مرحبا، مجموعة أخبار جديدة من مختلف منصات السوشيال ميديا ودول العالم جمعنا لكم إياها بحلقة اليوم. والبداية من حادثة الطفل المغربي ريان يلي رجعت وعم تتكرر بفيتنام بنفس الوقت تقريباً من العام، وضجة كبيرة وجدل واسع. ونص البريطانيين من بعد ما كانوا متعاطفين اليوم من إلبين على الأمير هاري وزوجته. أما بالانتقال على البلدان العربية فحنحكي عن انتحار مدرس وببث مباشر والسبب نكد زوجته. أما الختام فحيكون بأوزباكستان ودواء متداول قتل 18 طفل. لهيك خلونا نبدأ فوراً بأول لوج إن على إنستغرام. بمأساة رجعتنا بالذاكرة لحادثة الطفل المغربي ريان، السلطات الفيتنامية عم بتسابق الزمن لحتى تنقذ طفل عمره 10 سنوات من بعد ما وقع بحفرة إسمنتية عمقها تقريباً 35 متر أثناء لعبه مع رفقاته. هي الحادثة سجلتها الكاميرات، ومثل ما حنشوف بعد شوي أن الطفل كان عم يلعب مع ثلاثة من أصدقائه بالمنطقة المخصصة لأحد مشاريع البناء، وبتنتشر فيها عدد من الحفر العميقة أغلبها مسيج بالأسلاك. فيديو هي الحادثة بيظهر الطفل هو عم يوقع داخل الحفرة بالوقت يلي وقف أصدقائه مذهولين وعاجزين عن إنقاذه. وقال شهود عيان أنه من بعد ما وقع بهي الحفرة بكي الصبي وطلب المساعدة لمدة 10 دقائق، بعدين اختفى صوته تدريجيا. ومن بعد الإبلاغ عن هي الحادثة بدأت السلطات عمليات الإنقاذ يلي كانت صعبة كتير بسبب طبيعة الحفرة. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة لتنفيذ خطة الإنقاذ، إلا أنه الغموض حول صحة هذا الصبي بعده قائم، لأنه ما عاد عم يتفاعل مع النداءات للأسف يلي صارت ويلي عم بتكون من الخارج أو من خارج الحفرة، وعلى الرغم من استمرار شحن الأكسجين داخلها. هالخبر عمل ضجة كبيرة بالبلاد، وكثر الحديث عن مسؤولية المقاول المكلف بموقع هذا البناء عن الحادثة، ولكن السلطات أكدت وجود أسوار سلكية وعلامات وكاميرات مراقبة، وحالياً عم بتحقق بشروط السلامة العامة وبالمكان. ولكن الكثير من رواد السوشيال ميديا حطوا الحق على الأهالي يلي تاركين أولادهم عم يلعبوا بهيك مكان لحالهم ومن دون أي مراقبة، وعلى الرغم من خطورة هذا المكان الواضحة بلقطات الكاميرا مثل ما شفنا. ثاني خبر ولوجين جديدة على تويتر. أغلبنا بيعرف أنه الأمير هاري وميغان ميركل زوجته كانوا عم بيصوروا سابقاً فيلمهم الوثائقي عن حياتهم بالقصر الملكي، وما كان عرض المسلسل مفاجئ ولكن ردة الفعل الناتجة عم بدأ عرضه حالياً فاجئ الجميع، سواء بالإعلام أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، من بعد ما توقع البعض أنه محادثات القصر الملكي مع الأمير حتنهي المسلسل قبل بدايته. كومنتس كتيرة على العمل ومتنوعة بين ناقد بيعتبر أنه العلاقة بين الزوجين ما لها أكثر من علاقة مصلحة، وأنه ميغان عم تستغل الأمير لحتى تحقق طموحات خاصة فيها. أما آخرين فقدموا دعم غير محدود انطلاقاً من كون الدوقة السمراء هي أول امرأة ذات أصول غير بيضاء بتقترب من العرش البريطاني لهي الدرجة وتسببت بزلزال بالقصر حسب توصيفهم. ولكن اليوم ومن بعد التعاطف الكبير مع الأميرين، في نص البريطانيين تقريباً طالبوا بضرورة تجريد الأمير من لقبه الملكي من بعد بث حلقات المسلسل الخاص فيهم على نتفليكس وعن زوجته ميغان ميركل. ويمكن واجه كثير من الانتقادات من الصحافة الشعبية والأطراف يمكن المجاورة للعائلة الملكية. وباستطلاع للرأي العام كان البعض متعاطف مع الأمير ويليام وزوجته، على عكس التوقعات يلي خلت الكتار يفكروا بشكل سلبي تجاه هاري وميغان يلي كانوا في أطراف مناصرة كثيرة لإلهم، وأكدوا أنه بهذا الوثائق صاروا عم يفهموا أكثر قصة الأميرين وبشكل إيجابي داخل القصر، وصاروا الأميرين تريند. ولكن هي مو المرة الأولى، وإنما الموضوع اليوم مختلف وانتقل بوجهات النظر من التعاطف معهم لشن هجوم كتير كبير عليهم من البريطانيين. خلونا نشوف التريلر الخاص بالفيلم أو المسلسل ونسمع شوي من كلماتهم والقرار أولا وأخيرا للمشاهد.
ثالث أخبار جولة اليوم وثالث لوج إن على فيسبوك. يعني حوادث القتل والانتحار كانت ترند بعام 2022 وكانت سنة سيئة بامتياز وتفوقت على غيرها بهالموضوع. واسمعنا قصة الشاب يلي انهى حياته بتناول قرص مبيد حشري وسام بمصر من بعد بث مباشر على فيسبوك حكي فيه عن خلافات عائلية وغيره كتار، يعني ما له الحالة الوحيدة، ولكن الحالات الثانية قدرت السلطات انه تدارك الموضوع وتحلها، ولكن اليوم للأسف ما قدرت السلطات انه تلحق هالمدرس المصري اللي طلع بلايف فيديو وانتحر على حسابه الخاص على فيسبوك من بعد مروره بأزمة نفسية حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. المدرس انتحر من بعد ما تناول كمان قرص مبيد حشري سام بيتم استخدامه لحفظ حبوب الزرع، ووثق المعلم اللحظات الأخيرة من حياته بهالبث المباشر يلي عم يمرق حاليا واللي طلع فيه من داخل بيته وكشف عن وجود خلافات مع احد الاشخاص من دون ما يذكر اسم او هويه الشخص يلي كان هو السبب اساسا انه يدفعه ليتخلص من حياته، ولكن لاحقا تبين انه نكد زوجته. وقال المعلم خلال مقطع الفيديو انه عانى نفسيا بحياته واكد انه ما عاد قادر يستكمل هي العيشه. وقبل ساعات من الانتحار نشر بوست على حسابه ولمح فيه انه حيصير شيء خلال الساعات القليله او اقل، وللامانه الخبر حزين وردود الافعال متعاطفه كثير مع هالمدرس. بس معقول في نسوان بتوصل الرجاله لدرجه انه ينتحروا؟ ما بعرف. بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وربنا سبحانه وتعالى هو المنتقم الجبار. الحاله اللي انا وصلت ليها دي الله العظيم من أنا قلت أعمل البث ده عشان لو في حد زعلان مني فعلا سامحني، وأول مرة في حياتي أعمل بث. الحالة اللي أنا وصلت ليها دي والله العظيم ما لي أي ضائقة مالية، الحمد لله ربنا ساترها. بس لما تكون بتصحى في نكد وتنام في نكد وتعيش حياتك كلها في نكد، يبقى هتعيش ليه؟ يعني اكيد الله يرحمك يا استاذ، وما لا مستاهل انه اي شخص ينتحر كرمال نكد المدام بالتحديد. بالنهايه قدر الله وما شاء فعل، ويعني الله يكتب الخير لكل الرجال ويحميهم. اخر خبر واخر لوج ان على انستغرام. بحاله وحادثه مؤسفه، مؤسفه للصراحه لانه هي بتخص الاطفال. وأعلنت وزارة الصحة بأوزباكستان أنه في 18 طفل على الأقل لقوا حتفهم من بعد تناولهم شراب طبي من إنتاج شركة للأدوية الهندية. الوزارة قالت أنه 18 من بين 21 طفل تناولوا الدواء أثناء علاجهم من مرض نفسي أو تنفسي حاد وتوفوا بعد تناوله. والغريب أنه عم بيتم التسويق اليوم لهذا الشراب الطبي كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا. وأضافت وزارة الصحة ببيان أنه في كمية من هذا الشراب كانت بتحتوي على مادة تعتبر سامة وتم إعطائه للأطفال بدون وصفة وعلاج من طبيب، يعني يا أما من أهليهم أو بناء على نصيحة الصيادلة وبجرعات تجاوزت الجرعات القياسية للأطفال. وبصراحة اليوم عم أقول هالخبر لأنه كتار صرنا عم نحتك بناس يومياً عم نشوفهم بوقت المرض كيف لحالهم بياخذوا أدوية أو بيتجاوزوا مرحلة الروحة لعند الدكتور أو لعند الصيدلي بيروحوا مباشرة لحتى يوصف لهم هو الطبيب أو الصيدلي يوصف لهم الدواء. المصيبة الأكبر أنه لما نتصرف نفس هذا التصرف مع أولادنا، مو مسموح أبداً أنه نتهاون بصحة أولادنا أو مرضهم أو نوصف لهم دواء لحالهم، بناخذهم على الدكتور وعلى الأساس هذا بيتم تقييم الحالة ومن بعدها منجيب الدواء. هي الحالة أو هي المرحلة بالتحديد خلونا نتذكرها كرمال صحة أولادنا وكرمال راحتنا مع أولادنا.
أنا هي كانت حلقتي لليوم، هذول كانوا أخبار رولة لوج إن. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز الترند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنتس وحتى الأخبار الترند يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا لهلأ بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، أكيد برجع بلتقى فيكم بكرة بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.